أصدقائي الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الضيافة التندوفية ومع الشاي التندوفي، هذا الشاي المتدفق. هي عادة من عادات تندوف وأهل تندوف، وهذا ما يسمى به كرم المكان. ونحن اليوم في بيت الشاعرة خديجة بوصبيع، نستأنس بهذا الجميل الذي عرفت به ربوع بلادنا الشاسعة والتي تكاد أن تكون قارة. نحن اليوم رفقة الفنان عساوي، الصديق الجميل الفنان التشكيلي عساوي عبد المجيد، الذي ساقنا بطبيعة الحال وهو مفتاح هذا البلد الكريم. ومن بين الضيوف ضيفتنا اليوم خديجة بوصبيع، وهي شاعرة معروفة باختصاص الشعر الحساني. الشعر الحساني هو شعر المنطقة والكلمة وطرق الاتصال والتواصل مع باقي سكان المدينة ومع ما جادت به قرائح شيوخنا، شيوخ ذوي الامتداد الحضاري الإسلامي العربي. لكن فيه ما يفرق بين الشرق والغرب والوسط والجنوب والشمال الجزائري، تندوف معروفة بالشعر الحساني. ولكم الآن هذه الشاعرة الأخت الكريمة، ونحن الآن نتواجد في بيتها. مرحبا بك. أهلا بكم، أنتم اللي في بيتي. أنا نتكلم لكم بالحسانية باش يكون الكلام حساني والشعر حساني. جميل. احيانا نعربوا، احيانا نتكلموا بالدارجه، احيانا كذا باش يفهم المستمع. المستمع، اولا نرحبوا بك في تندوف عموما وفي بيتنا خاصه. شكرا. ونتمنى لك اقامه طيبه معنا ان شاء الله، ونتمنى انه كل ما قمنا به رغم بساطته يكون ينال اعجابك، ومن خلالك ينال اعجاب المستمعين، حتى يشوقوا انهم يجوا ويشوفوا ويسمعوا ويذوقوا التاي ويشوفوا كيفاش يصنع التاي، كيفاش تلبس الملحفة، كيفاش تلبس الدراعة، كيفاش تتكلم الناس في تندوف بالحسانية، كيفاش تشعر، ما هي يعني طبائعها، ما هي تقاليدها، ما هي عاداتها. أولا أنت يعني تكلمت عن الشعر، الشعر نعطيك بعض الأبيات أو اطلع لهم قصائد. قبل أن نلج فيما يخص نتكلم عن المواضيع التي يعني لست أدري هل هي تملى عليك أم ببحث أم باستعداد. المواضيع يعني عموما في الشعر الحساني يتناول جميع الأغراض اللي يتناولها الشعر الآخر اللي هو الشعر العربي. كل المجالات وكل المواضيع، يعني من رثاء، من غزل، من أطلال، من يعني هي المواضيع المعروفة عموما في الشعر. إلا أن الشعر الحساني هو اللهجة الحسانية مزيج بين العربية والبربرية. جميل. هي 75% عربية و 25% بربرية، يعني مزيج هذه الكلمات البربرية بتلك العربية تخفي على الغير الحساني بعض المفاهيم للكلمات. أنا أقول يعني كلمة بالحسانية هي ثلثي منها عربية، أنت ما تقدرش يعني من أول مرة تفهم الكلمة، لكن حين أعاود الكلمة أو أبسطها يعني بشكل آخر أو أقولها بالعربية يتضح لك أنها واضحة وأنها كلمة معربة، يعني ثلثين في الجمل. جميل. هو قلت لك الشعر الحساني يتناول كل المواضيع وكل الأقراض، عنده محسنات، عنده مبدعات، عنده معيبات كذا إلى آخره. هنا عندنا في المنطقة الشعر يتناول كما قلت الشيوخ، وبعدهم الوسط، وبعدين الشباب، يعني هو باقي متواصل جيلا بعد جيل، يتوارثه الأجيال. هناك من بين اللي يكون وارث الشعر عن أبوه أو عن أمه أو عن أعمامه، أو هناك من يكون عنده الشعر يعني بالاحتكاك بالشعراء عن طريق الحفظ، مثلا يحفظ وبعدين يولي يدير محاولات. هناك من انت تعرف ان الشعر احيانا تولد اشياء توقع للشخص، احيانا يمر بظروف
تخليه يكون شاعر، تخليه يكون محاول، تخليه يكون مبدع في أي صفة منها من هذه الصفات. الشاعر الحسني مازال عندنا في تندوف كيف قلت لك متواصل، يقولوا الشعراء في المناسبات عندنا هك يعني طبلة الشاي حولها الناس يتحكوا بالشعر، أحيانا يقول شاعر بيت أو قصيدة أو والبيت هو عندنا احنا يعني البيتين هما القاف دائما هما بداية الشعر. هناك من الشعراء اللي يقول القفان، هناك من الشعراء اللي يقول القاف والطلعة، طلعة هي القصيدة والبناية الأبيات والقصيدة اللي هي طلعة ما هم كما بناي يعني القصيدة العربية. هناك دائما الشاعر يبدأ بالقاف، القاف في أنواع، في القاف مرابع يعني الشطر الأول مثل الثالث والثاني مثل الرابع في الكلمة اللي مقف عليها القافية. هناك الطلعة اللي هي القصيدة تجي بعد القاف، يحكموها ثلاث أشطر، ثلاث أشطر كيف كيف قوافيهم نفس الكلمة، بعدين نرجع الكلمة من ذاك القاف الأول يا كاش يتسنانا باش نبنو القصيدة مع القاف بناي متراس، شطر هاك وشطر هاك كي يتشكل البناء نسيج نسيج نسيج. خاصة كي نديروا القوافي هذو كيف 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 كي نوصلونهم ستة ولا سبعة غادي يطيحوا، مملة مملة والبناء لا يتراس يعني ما يكونش متماسك. إلا أن الحسنية قلت لك يعني قانونها في الشعر وحكمها على الشعراء وكذا قاسي جدا، قاسي جدا باش حيث يعني القصيدة دائما في البحر لأن هناك أبحر معروفة عند الشعراء وعند الناس اللي تستمع للشعر والمهتمة واللي تحفظ وحتى أحيانا يعني باهتمامنا بهذا الشعر وباللهجة الحسانية وبالتقاليد وبالعادات أحيانا تلقى مجموعة كبيرة ما فيها ولا شعر لكنهم يحفظوا يتعاملوا بهذه الطريقة، لكن يكون يعرف البحر يعرف الوزن، هناك بحور هناك ظهور، ظهور هما مثلا المقام الموسيقي لأنه هناك الإيقاعي جانب الإيقاعي تلقى يعني كلمات في البحر معين لكن ما يوازيه من الموسيقى شيء آخر ينقال له المقام وهو ينقال له الظهر. خارجين عندنا مثلا في حسنية نتكلم في حسنية يقولوا عندنا البحور وعندنا الظهورة، ظهورة هما التابع يعني المقام، البحور متقسمين فيهم اللي يسمى بنفس البحر اللي تجي فيه الكلمة وفيهم اللي يسمى حين نبغون نصردوا فيه قصيدة نسموه بمقام الموسيقي كيف مريميدا، مريميدا بحر من نبغون نحكوها مثلا نصردوا شعرها يعزفنا العازف تماس في الموسيقى. هناك بعمران، هناك صغير، هناك البوير، هناك البوير هذا منبثق منه شيء قالوا لين، هناك عاقب ذاك يجي البتيت، هذه البحور وكلها عنده خاصيته، كلها عنده خاصيته في 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 نوع الكلمات وكلها عنده خاصيته في المتحركات وكلها عنده خاصيته في الطريقة اللي يغنى بيها وكلها. هناك يعني أبحر يستطيع أي شاعر يغني فيها وهناك أبحر صعبة مثلا مثل الصغير هو مختلف عن البحور، هو متحركاته على نوعين سبعة وخمسة، شطر في سبعة وشطر في خمسة، شطر في سبعة وشطر في خمسة، وهو إيقاعه رائع وهو يعني صعب جدا أنه أي واحد يغني فيه، هذا لأنه هو بحر جميل ويغنى فيه يعني الغنى الهادي وغنى فيه الموال وغنى فيه الإيقاع الخفيف. الأبحر ثانية كلها وهو عندنا مثلا البوير دائما هول وزين، كانت الناس يعني في البادية في الهواء الطلق الزين يديروا سباق على الجمال وكذا، الناس اللي هو يعني من زين صداها عند الناس يقولوا هول البل، هول البل حين يكون الرجل على الجمل وفي هذاك الجو الرائع يترق به في حركة الجمل هو هذاك الإيقاع على إيقاع الجمل، حتى أنهم سماوه بعض الناس يقولوا هول البل زينه. من بين هذه البحور يعني نهاية البحور البتيت، البتيت كي يكونوا في جلسة شعرية نوصل البتيت معنى أن وصلنا لنهاية الجلسة، يعني اللي يستمع إيقاعات الموسيقية وكذا كي يسمعنا وصلنا البتيت يعرف بالدرامة كملنا الجلسة هذه
يعني شرفنا على النهايه. هذه بعض اشياء عن البحور. نعطيك نماذج حبذا لو نترك النماذج يعني في حلقات تلي هذا، بدانا بالتعريف ثم نفتح حلقه اخرى خاصه فقط بالشعر. شكرا.